بالنسبه لي من حق دول الحقوق بان رافع اساسيات استراتيجيه للحكومه ديالنا، على ان الماده الاولى من مرسوم جوج 1973. موضوع هذه الندوه هو العارضه المواطنه من اجل الغاء بند الاقامه اللي غادي نقدمه ان شاء الله لرئيس الحكومه يوم غد الخميس 14 يناير. الموضوع ديالها هي مراجعه المرسوم التطبيقي من اجل الغاء بند الاقامه. العارضه ان شاء الله اللي غادي نقدمه لرئيس الحكومه يوم الغد الخميس ان شاء الله من اجل هذا الهدف اللي هو الغاء بند الاقامه. هذه العارضه اللي استوفت كل الشروط من تحرير العارضه والمذكره التفصيليه ولائحه دعم العارضه. ان شاء الله اليوم الندوه الصحفيه ان شاء الله من اجل هذا الموضوع بداتو، اللي كانت منه ان شاء الله المتوخى من هذه العارضه هي مراجعه هذا المرسوم جوج 1973 اللي الموضوع ديالو مراجعة هذا المرسوم من أجل إلغاء بند الإقامة اللي هو كيتعتبر ظلم وحيف في حقوق السلالي والسلاليات داخل الجماعات ديالو. بل للندوة اللي الناحية ديال الأراضي السلالية هي كتعلق خصوصا بواحد العريضة غادي نقدموها للسيد رئيس الحكومة حول معيار الإقامة كشرط من شروط اكتساب صفة العضوية لدى الجماعة السلالية، واللي هو كترتب عليه حقوق وواجبات، لأن من بين لأن الأشياء اللي غادي ترتب عليه هو أنه غتسجل بناء على هذا الشرط هذا، يعني غادي تعد بعض اللوائح اللي غادي يكون في هذوك الناس اللي هما اللي عندهم الامتياز ديال الانتفاع بالحقوق في الأراضي السلالية. هاد الشرط هذا تار مجموعة ديال المشاكل، واللي غادي من بينها هو الإقصاء، يعني كشرط إقصائي لمجموعة من السلاليين اللي هما ما كيعيشوش في الجماعة السلالية، ولكن لا باقي عندهم ارتباط بجذورهم وعندهم حقوق وواجبات، لأن الجماعة السلالية الانتماء إليها كيرتب سواء اللي أجنبي أو اللي مسافر أو بعيد على الجماعة أو اللي كيعيش فيها حقوق وواجبات، وهذه الحقوق والواجبات كترتب حتى هي امتيازات، وبالتالي هذاك شرط الإقامة من عدمه هو مخالف حتى للنص الدستوري الفصل 35، خاصة الفقرة الأخرى منه اللي كتعطي تكافؤ الفرص، وخلق واحد نوع من التمييز ما بين حق الملكية كحق للجماعة السلالية ولأعضاء السلالية سواء يعني المقيمين أو الخارج أو الغير المقيمين، وما بين حق الانتفاع كحق اللي يمكن أن نخدمه في إطار معيار ديال الناس الأكثر يعني احتياجا إلى آخره، في إطار التآزر أو ما يسمى بالتويزة داخل الجماعة، لأن دائما الاقتصاد داخل الجماعة السلالية هو اقتصاد تضامني، وهذا هو يمكن نسميه هذا هو الهدف والغاية من تقديم هذه العريضة لتعديل هذاك المرسوم، والمرسوم 973 19 باش يكون منسجم مع القانون 1762.